هذه الإدارة احتفظت بالمعلومة. لو أتيحت لكم كأولياء أمور أو عاملين لكنتم قد وفرتم الأموال، والآن تنتظرون في طوابير الغذاء لعدم قدرة إدارة. لم تكن ترغب في قول الحقيقة للشعب الأمريكي. دعونا نتحدث عن الاهتمام بالشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي قدم الكثير من التضحيات بسبب عدم كفاءة هذه الإدارة. هو يطلب الكثير. لقد تحدثنا عن هذا الكثير من الشعب الأمريكي، ولكن لم يحصلوا على المعلومات لمساعدة أنفسهم لحماية الرئيس كامالا هاريس. سناتورة هاريس، لا بأس، أنت سناتورة بالنسبة لي. نود الحياة كي تعود الوضع طبيعي. الدكتور فاوتشي وآخرون يقولون بأغلب الأشخاص الذين يمكن يحصلوا على اللقاح يجب أن يحصلوا على اللقاح. إلى نصف الأمريكيين الآن يقولون بأنهم لن يقبلوا اللقاح لو أطلق الآن. لو إدارة ترامب وجدت اللقاح قبل الانتخابات، هل على الأمريكيين أن يأخذوه؟ هل تأخذيه أنت؟ إذا كان الأخصائي الصحة والدكتور فاوشي وغيره من الدكاترة يقولون أن علينا أن نأخذ هذا التطعيم فسنفعل ذلك. وإلى